عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي الحلوين وحشنا جدا جدا جدا. ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي كده بارك صلوات على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. واول ما نبدا ما تنسوناش طبعا في اللايك الحلو. لايك جميل كده جميل جميل جميل. جيش احمد انا عارفه مش هيعمل لي لايك بس يعني شجعونا برضو ماشي عشان احمد مش موجود يعمل لايك. جيش فاطمه بقى خش يعمل لايك حبايبي. فاطمه بقى اعمل لايك حلو كده وجيش في رياله طبعا يعمل لي لايك. حبايب قلبي شكرا جدا جدا. مش عارفه اقول لكم ايه والله على اللايكات الجميله والكومنتات الجميله والناس الجميله. وحبايب قلبنا انتوا على راسنا من فوق والله العظيم منورين حياتنا. يعني احنا مش عارفين بجد من غيركم يعني هنعمل يعني ايه هنعمل ايه هنعمل ايه هنقعد بنعمل والله عشان خاطركم وبنقدم عشان خاطركم وبنحاول على قد ما بنقدر احنا بنظبط الدنيا عشان انتوا تبقوا فرحانين ومبسوطين. وانا اسفه جدا عشان نسيت احط المايك. هقوم احط لكم المايك وارجع لكم تاني. انا عشان مش واخده الكلام ده يا جماعه مش في دماغي خالص. هحط المايك وارجع لكم تاني. وكده حبايب قلبي حطينا لكم المايك. معلش احنا بننسى المايك ده عشان جديد علينا. شاغلين احنا على الحاجات دي. رجعنا لكم تاني. في احسن من صوت الملالع. في احلى من صوت. احنا صوتنا منعلع اه بس بيقولوا لي صوتي واطي فعشان كده بقى حطيه. نحط بقى الشطه. احنا نعمل بقى ايه؟ انا عايزاه حراق. بتحب الحاجه الحراقه قوي. هو اللي يقعد معايا ما يحبش الحراق. ده ديت خلتني انا كنت بطلت الحراق والله بسبب ان انا كنت تعبان. يما يما يا بنتي لو انضمي ما كانش حراق كده ما يتاكلش. ده جرس في مراخيني جوه. ده الموضوع كده كبير قوي. لا لا دي المناديل. هات المناديل يا سين. المناديل كانت واقعه هناك. لا المناديل كانت هنا واقعه هنا. مع اني يعني مطين المروحه خالص يعني. بصوا بقى بصوا بقى شكلي انا اللي هكسب واعمل عقاب جامد. ايه انت جعانه ولا ايه؟ انا هعمل عقاب. احنا ورينا لهم الحاجات الجامده دي. ورينا لهم الحاجات الجامده دي. شايفين؟ شايفين؟ حاجه من الاخر يعني. شايفين؟ احنا اسفين جدا طبعا. شويه يا جماعه. للاضاءه. الاضاءه هنا عند والدتي ضعيفه شويه بس حلوه برده مش وحشه. اه ونسيت اجيب الجند لايت. عارفين انتوا الجند لايت ده؟ ايه الجندي ده؟ احمد الجندي ولا محمود الجندي؟ نسيت اجيب الجندي معايا. انا بقى هبدا. انسوا يا جماعه بالله عليكم حطوا لنا لايك. قولوا لما فاتنا حطوا لنا حمسونا وعشان اطلع معاها تاني لايكات بقى حلوه كده عشان خاطر الفيديو ده يستاهل 100,000 لايك ويستاهل 100,000 مشاهده كمان ولا 200 300 يعني هادي 500,000 مليون اي حاجه اللي يجي منكم حلو. وهنبدا ونقول بسم الله. انا نويله على عقاب في دماغي حلوه قوي. طبعا عارفين ان في ناس ممكن ما تكونش عارفاني. فاطمه اختي يا جماعه. في ناس عارفاها وفي ناس ممكن ما تعرفوها. في ناس جديده عندي. حبايب قلبي منورين القناه والقدام برضو منورينها طبعا. حبايبنا كلنا على دماغنا. وطبعا حبايب قلبي بيقعد يقول اطلعي مع فريه. اطلعي مع والله هم اللي طالبين التحدي ده. انتوا والله العظيم اللي طالبين التحدي ده. فما تنسوناش بقى باللي في اللايك. احنا عملنا كل اللي انتوا عايزينه. يبقى بقى ايه؟ حطوا لنا لايك حلو. ان شاء الله انا ناويه اكسبها ان شاء الله في المشمش. متحمسه. احنا قافلين لو في اي دوشه بقى. اي دوشه الاولاد هنا ما شاء الله. اه قرطة عين. شكل فخ ولا ايه؟ هاكل. يا سلام 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 يا سلام. هغني لها. تا 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 انا مش عارفه الشطه دخلت مناخيري ولا تعبت. بس المفروض ان احنا نمسك كده بقى. بص بقى نعمل كده. وربنا طعمها تحفه. خرابي على الجمال. اختي انت تعمليها بالظبط. حكم انت ما عندي. الله الله. اتفضلي. فوقوها. ايه الاتيكيت اللي احنا فيه ده؟ دي وسخه دي. بس يا محمد بطل الهمس واللمس. انا العيال بيهمسوا ويلمسوا كانهم ايه يعني بيتكلموا صوت بالراحه. لو تعرفوا اللي ورا الكاميرا بتاعت هيمسكوا من الضحك. والله العظيم انتوا شفتوا في البث امبارح عند والدتي. هاتي المنايه يا ياسين ربنا يهديك. انتوا شفتوا في البث طبعا عند الحاجه امبارح تحديات الحاج والحاجه. حسبي يا حسبي يا حسبي يا حسبي. انا مش لازم اللي احنا نقول لكم طبعا انتوا عارفين. شفتوا بقى انتوا ايه؟ ها؟ شفتوا
اللي حصل والخناقه اللي حصلت وضرب النار. ده بعد ما قفلنا في نصايب حصلت. احنا ما نخبيش عليكم حاجه، بصوا في البث المباشر خناقات وايه على راي اللي بيقولوا فيلم عربي. ولا ناس كتير قاعده تقول لي والله انا بحس ان انا بفرج على فيلم عربي بتاع زمان، انتوا بتفكروني بالناس زمان. يعني ينفع يا جماعه نمثل؟ يعني اي مخرج يشوفنا يطلب العيله دي للتمثيل. نستاهل والله يا جماعه، ونستاهل لايكات حلوه عشان خاطر في الرياله. في دهوله وبهدله، احنا اسفين. هي بتدلع. انا خلصت. خلصتي؟ وبيقابليني. ده انا اقول لك على نيلة كلها. انا هخلص. اخويا المره هي بتكسبني. والمره دي كمان يا جماعه. مش هيحصل لان انا جعانه جدا وداخله ايه بنفسي مفتوحه. انتوا اللي طالبين التحدي. هاي اتبع على قناتي. انتوا اللي طالبين الاكل. طبعا هم الناس اللي عندي في رياله. عايزين نشوفك انتوا في رياله، عايزين تعملي مع في رياله. اهو انا جيت لك اهو. احنا ده طالبين مني نفس الفراخ ونفس الاندومي. والله ونعمل مع فاطمه. طيب اهو طلعت لكم لايكات حلوه بقى. ليش يا جماعه؟ والله مش متعب ولا اي حاجه، انتوا بس بتقدرونا باللايك كتقدير وحب منكم. نعرف قد ايه انتوا بتحبونا وقد ايه تقدير منكم لينا. يعني احنا بنقعد ليه نكلمكم على اللايك عشان بنفكر اللايك ايه؟ باللايك عشان نفكركم بيه. لازم نفكركم بيه عشان في ناس بتنسى، بتخش تتفرج على الفيديو بتنسى تحط لنا لايك حلو. فحطوا لنا بقى وشجعونا. اللايك بيعمل ايه يا جماعه؟ عشان في ناس كتير قوي بتسالني هو اللايك بيعمل لكم ايه؟ اللايك دوت اللايكات الكتير بتخلي الفيديو ينتشر على اليوتيوب، اليوتيوب بياخده وينشرهولك لان لايكاتك كتير والناس حباكي. فبيروح نشر لك الفيديو، ففي عدد كبير قوي بيشوفوه من اللايكات اللي انت بتحطيها. فبس هو دوت يعني اللايك بيعمل لنا كده، ان احنا غيركم يشوفونا وغيركم يشوفونا وغيركم يشوفونا، فالقناه تكبر باذن الله. ايوه الناس بقى يعني الجيش بتاعنا يكبر كده ويبقى جيش كبير وكلنا نبقى اخوات كده. حبايبنا ما نقدرش نعمل اي حاجه من غيركم. وحبيب الأول ما شوفوني عند فريالة، خشوا فرحوا فاطمة بقى عندها في القناة يومية تاني وفاطمة. أنا لسه قبل الفيديو ده أو بعديه على طول هنزل فيديو على قناتي. لا هيبقى قبليه. قبليه؟ هتنزل فيديو جامد قوي يعجبكم قوي، هيموتكم من الضحك. والإعجاب يبطل من الضحك. تحدي بس هيموتكم من الضحك. اتفرجوا على البث عند الحاجة والله العظيم هتموت على نفسكم من الضحك. تحديات الحج والحج. البص ما شاء الله جايب مشاهدات وجميل. معانا امبارح كان حلو قوي. وبصوا هتموتوا على نفسكم. اه بنتي بينور لما انا ببقى موجوده. انا عارفه. فاهمه حاجه؟ اسكتي. انا عارفه انت هتقولي. انا بمصمص العاب انت مش بتمصمصي. امصمص والله، بس الحاجات اللي هي ايه؟ ما تذكرش. لا مصمصه بضميره. مش عايزين فكره ورق. فاتنا خلص الاندوم. بص العظمه بتاعت انا حاسه القرقشه متاكله. فاتنا بصوا. لا يا ماما ولا فاتنا ده القرقشه ناشفه شويه مش قادره اشدها. طب بصوا بصوا. لا يا ماما ده لسه ده لسه. ايوه مصمص العظم. ايه ده؟ هنموت القطط النهارده. لا والحاجه عندها قطط مش قادره اقول لكم، القطط اكتر من بني ادمين. او ربنا بتعرف تعدوا لحد كام؟ القط تلاقيه صاحبكم والله العظيم من كتر ما هو متواجد في البيت. اه والله بيصاحب محمد ويصاحب امي ويصاحبه مين. محمد يسال قوي لو في قط ما لقوش النهارده يقعد يسال عليه. محمد اخويا بقى لو ما لقاش القط. ياما ياما القط راح فين؟ انا مش شايفه بقالي يومين. والله ضحك. انا كنت حاسس ان هو مبيتهلك. ده شكله ياما طلع بره وتاه ومش عارف يجي. انا اسفه للبهدله اللي انا فيها دي عشان الترابيزه قصيره عليا. والقطه تيجي تقعد جنبينا كده يبقى مصاحبين علينا والله العظيم. ويعين لها العظم والحاجات مطرح الاكل يعينها في التلاجة عشان ما يحمطش. خرابي يا ناس يا خرابي. انا عايزه اخلص. اسفين لو الاضاءه فيها اي حاجه يا جماعه.
انا بص بقى ما يفش شوفه قوي. هو الشغل ده حلو يا بنتي. ايه يا فاطمة؟ انا قلت هكسبها. لايك بقى عشان اللي انا فيه ده، لايك عشان البهدلة اللي احنا فيها دي. عايزين الفيديو دوت يوصل بقى 30,000 كده في يوم. يا سلام، انشروه بقى يا جماعه انشروه. دي ما شبعتيش؟ مش هتنسحبي؟ لا طبعا. ما تعبتيش؟ مين ينسحب يا بنتي التعبيطه؟ الولاية ما تعبتش دي. التعبيطه ولا ايه؟ الولاية دي. نهار ابيض، ده بابا يا جماعه ما تقلقوش. بابا قاعد جنبينا. فين الحاج علي بقى وكلمه؟ مش لازم يعني نخلص الميه حتى. انا بخلص يما الميه. هلا لو ما خلصتهاش وكسبت. لا مش لازم يعني. لا هحاسبك عليك. لا يا حبيبتي بصوا صراحه ربنا انا هموت. ماليش دعوه. يلا يا فاطمه انت اكلتي حاجه؟ الله، هناخد بقى الفراخ كده. بحب باكل الفراخ مع الحاجه اللي انا باكلها، بس الصح الدهون. انا اسفه بقى، بحب ادخلها مع الاكل. في ناس بقى ايه دخلها بتحب تاكلها بره الاكل، مع ان انا بحب كده قوي، بحب ان انا ادخلها مع الاكل. بص عامله سندوتش يا جماعه تاكل على طول. فراخ مخليه من العظم. طعمها جامد. مش مخليه قوي ده، هي فيها الصدر بس في حته عظم صغيره. اه يا سلام على الشطه. طب مننا نقاط ناقصين الاضاءه. حلو حلو. ايه رام اشتم ما كناش سلطه، ما كناش فاضيين. اللي بياكل اندومي ما مفكرش في السلطه. اه فعلا. انت خلصتي؟ تنسحبي؟ طويل العمر طول العمر. نصور عاملين عليه هاي هي طولي. بشجعك بشجعك. هوا يا ولد ما ده مش هنطول لكم الفيديو. تعبتيش؟ لا انا مش عايزه اقول لها انصحي. براحتك. لا ما تكملي كملي. مش قادره والله. فعلا عامل عقاب جامد قوي. ربنا يستر يا جماعه، احنا بنصور بالكاميرا الخلفيه بيسر يكون ياسين شغال اصلا الفيلم. مش شايفين اي حاجه، شايفه الظهر بس مش واخده على كده. هاي انت مشغل يا اخ ياسين؟ انت متاكد بالله عليك عشان انا خليك تدفع حق الفراخ دي. هتبوظ لنا الدنيا. ده امك هتعلقك في المروحه وتشغلك بدلها. بيعد يا هاي يا حاج ياسين. انت مش ناوية ايه؟ مش ناوية تنسحبي؟ انا خلصت. اللي خلص قبل الثانية هو اللي يكسب. ما هوش السنة الثانية خلص. طبعا. ايوه كده. انا قلت اكسبها والله. بس شكلنا بقى متعادلين. ما حدش يعرف يكسبني. انا ما تتوقعونيش. بدنا دي ايه؟ سيارة ازعر كده بس يخاف منها. سيارة ازعر بس يتخاف منها. انا بحب فراخ قوي. تعبانة يا اما اقول انا تعبانة. ده مش عيب ولا حرام. انا مصمصة العدم بس هي لا. لا يا ماما انا مخلصها اهو. اكل العدمية. اكل العدمية بصوا. ما تحبش هذا؟ الصلصة مع الفراخ؟ أيوة مخلية طرية. أيوة الفراخ بقى الصوص عمال ينزل. أيوة أيوة أيوة. أقول لكم بقى اللي أنا فيه. مش قادرة أقول لكم. أنت مش قادرة خلاص. أنا خلصت يا ماما. مش عايزة تعمل فيها عقاب شكلي يبقى وحش. طب أنا مش قادرة أكل تاني. مش معناها يعني. وكل مرة هاني يكسبني ويكسبني.
هقول لك ايه بس يلا. جبت لنا طعميه سخنه مولعه وفلفل حراق نار، وجابت لنا لاوي عيش مفقفق كده اللي هو لما شوح ده، وتعمل بقى سندوتشات وتدينا واحنا ناكل بقى ناكل. اعملي وحشه حاجه واحنا نقعد بقى، فمش قادره لسه واكله اصلا فتنه فطرانين. بس كلتي برده خلصت حاجتك؟ لا يا ماما في حته، هي اللي كسبت اصلا. انا ما توقعتهاش البت دي. انا جباره قوي. البت دي ما توقعتهاش. هي بس ولا الحته صغيره، ما فاتش غير الحته دي. انا مصمصه العظم وكل حاجه يا بنتي. لايت بقى عشان خاطر الفرخه الجامده اللي انا خلصتها. لايت لامي مع الطعميه. لايت حلو. خلصتها وما فاتش غير دي ولا دي. اديكي لو ما احمد في الاخر. الحمد لله احنا قلنا مع بعض الحمد لله. يلا يا حبايب قلبي استنونا بقى في العقاب وشوف انا هعمل فيها ايه. ده انا هنفخ. ورجعنا لكم تاني والعقاب بتاعنا بقى العقاب المجنون المتخلف. ده انا بحب الحاجات المزلوطه دي. بتقول انا ازروتك اسمها ازروتك ازروتك ازروتك. ربنا يستر بقى ازحلقك من الاخر يعني. ربنا يستر. احنا قلنا بقى ايه، هتفكر في عقاب كده شرير كده وحاجه حلوه قوي ومش عارفه اعمل لها ايه الصراحه. بتقولي انا هضحكهم هضحكهم. طيب هتعملي ايه؟ قالت لي اصبري بس انا هضحكهم قوي. اصل انا بحب الكوميديا قوي، انا كوميديا شويه. فايه بقى هنعمل ايه بقى؟ بصوا معايا، انا قعدت كده انا والشيطان كده على جنب شويه مفكر. طلعت انا بجي. لا والدنيا تلج على فكره عندنا قوي، عند والدتي الدنيا ساقعه انا عندي والله الجو تلج. وطلعت لها بدي. ها يا ريتني يا ريتني يعني على حته لحمه قد كده والله. بس هي خلصت الاول، انا كنت هاكلها بس هي خلصت الاول. قلت اللي يخلص الاول ماليش فيه، اتفقنا على كده. هنعمل بقى ايه؟ انا طبعا انا لما باجي اصب من بوتاجاز اصب من حاجه بعمل ايه؟ طب عيني. طب عيني. طب استنى عشان عيني. بس اصبر بس عشان ابقى جاهزه، عشان انا اللحظه دي مستنياها من زمان. فاطمه انا مش هروح مش هروح مع الشقه، توسخ لي الهدوم. انا شريره مش هروح مع الشقه. بص هنعمل كده اهو. يا حليله يا حليله خلاص يا قلبي اوعي. عيني 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 عيني. بصوا نعمل كده اهو يا بقى ريالة رغاوي. كده نعمل كده اهو. المية ساعة وكتاب الله يا فاطمة. بس ما تعرفش المية ساعة. ألمعك يا بنت، ده أنا بلمعك يا بنت. حبيت رش كده اهو في الخيوط عشان أحمد شفتك تبقي بيضة وبتبرقي. بصي جميلة اهي. في ريالة رغاوي ولا في ريالة صابون؟ انا اقول لها فريلا صابون ولا فريلا رغاوي؟ بس ما رغاش يا جماعه، ما عجبتنيش. مش لاقي رغاوي. صابون وحش صابون وحش. احط شويه كمان احط شويه كمان. بس ما هيتمزجوا قوي لما سقعانه ودهوتيلي شعر. هيتمزجوا قوي لما يلاقوا صابون كده كتير ورغاوي كده بقى، وبصي تبقى مليانه رغاوي كده. خد يا فضل يلا نحط شويه كمان. انا هما يتمزجوا وانا اطلع عيني. كده يا جماعه كفايه عليها لحد كده. يعني انا كان نفسي ان هو يعمل رغاوي كده وان هو يبهدل الدنيا الصراحه، بس انا خايفه ابقى ابص كده عينيه تحرقني. خدي منديل خدي منديل امسحي عينيك. فقلنا ايه بقى، يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون الانتقام بتاعي عجبكم. ده انا فرحانه قوي، ضرب نار بقى ليا والله. حاسه ان حتى فريزر فوق. الجو تلج يا جماعه الصراحه، والصابون ريحته حلوه قوي. احنا هنسميها خلاص فريلا رغاوي، هي ما رغتش يبقى هنسميها فريلا صابون. الصابون والله العظيم. بصوا الصابون فريالة صابون على طول. ما عندي لقيت ساعتها يا شيخة. لا يا عليك قوي فريالة صابون. بس والله العظيم عايزة اقول لكم هسيبها. يعني اكيد اكيد هتقع تحت ايدي اكيد. فريالة صابون يا جماعة خلاص، هي دخلت دماغي. فريالة رغاوي. الحاجة بتقول له لها فريالة رغاوي. بتغششها. ماشي يا حبايب قلبي، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسناش بقى بالله عليكم تحطوا لنا لايك حلو كده وفرحونا، ربنا يفرح قلبكم. انتوا على طول مفرحيننا والله. بس بقى يا ريت بقى تخلونا، عشان فاطمه ما طالعه معانا، تخلونا الفيديو 5000 لايك. خلونا مش كتير عليكم والله، يعني لما نجيب حاجه و20 يعني مش كتير. 5000 يا جماعه والله لايك، يعني كل اللي يخش كده عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك حلو، عجبكم القناه خشوا اشتركوا. الحاجه بتقولوا مش عند الحاجه بقى، كل فضل الحاجه كده وشجعوها بقى. فرحونا من الايادات يا جماعه. تعالي يا سلمى الناحيه، ايادات عند الحاجه والحاج. كل فضل لازم فضلكم هتختم القناه. فجماعه حبايب قلبي
اللي بيحبونا وبيحبوا احمد وفريال وبيحبوا فاطمه يا لهو على رجليها. يوميات هاني وفاطمه بلاش اشوف الفضايح اللي حصلت دي. غموا عليك غموا عليك. هي تقول لكم يا نجيد نورت البيت السكاره اللي هتقوطه دي بتلف بره دي بتلف دي قلبنا الصغنطه دي القلب الاصلي القلب القلب الصغنطه في القلب بتاع الفرخه ده هي دي هي دي الحلوه دي. يلا اللي يلا يا قلبي يا رب يكون الفيديو عجبكم يكون نونا عجبكم يكون خف على قلبكم وتعملوا لنا لايكات كتير. نونا ما بعرفش اقولها يكون النونا عجبكم واسمها طيب يكون البيبي اعجبكم يكون نونا اعجبكم تمام كده. شيرنا الفيديو على قد ما تقدروا عشان اطلع معاها تاني. يلا يلا شيروا الفيديو مش هطلع معاها تاني. يلا لان انتوا تقدروا تشيروا بقى. قولها لايك قولها لايك يا سلمى لايك لايك قولها لايت هي تقول لايت 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 بتعمل لكم كده لايت لايت. بصوا بقى يا جماعه مش هيوجع ايديكم ربنا عشان خاطر اللحظه الجميله دي. يلا يا جماعه سابوني ده يلا كله ينزل يعمل لايك. يلا يلا باي باي. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.